بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مع قناتكم شرح بسيط واستكمالا لشروحات بعض البرامج المهمه جدا واللي بتهم كل مستخدمي الانترنت. النهارده معانا برنامج، هو برنامج بيعتبره الكثير برنامج سهل وبسيط، وبرنامج الاطفال، هو برنامج الرسام. في الحقيقه ان برنامج رسام فيه اسرار مذهله جدا بيعجز عنها برامج كتير. انا هديك مثال واحد واللي احنا هنشرحه النهارده، وتابع معانا علشان نشوف بقيه الشرح. يعني مثلا كتير جدا مننا يبقى عنده صوره عايز يكبرها او يصغرها بدون ما يتم التلاعب لا في الالوان ولا في الجوده، وبيدوخ على المواقع وعلى البرامج وتحميل برامج وقصص وحكايات وروايات. برنامج رسام فيه ميزه محدش يعرفها اطلاقا، وهي هذه الميزه اللي هي تصغير وتكبير حجم الصوره، وهنشوف الكلام ده ولكن تابعنا للنهايه. الى جانب اسرار تانية، ممكن تستخدم برنامج رسام كانه برنامج فوتوشوب ولكن بطريقه مصغره، ولكن يجب انك تتعرف على مهارات ازاي تستخدمه كبرنامج الفوتوشوب وتطلع منه صور زي هذه الصوره اللي احنا عاملينها او اللي احنا عاملينها للفيديو بتاعنا. دي صوره اهي معموله بالفوتوشوب، ومعظم هذه الصور اللي قدامك معموله ببرنامج الفوتوشوب. تابع معانا وما تنساش متابعه ولايك وشير، ونبدا الشرح على بركه الله. اول حاجه تعرفها، برنامج رسام بيجي منين؟ هو بيجي اساسا على الويندوز، يعني متحمل على الويندوز بتاع حضرتك. ما كانش انت بتجي من هنا كده بتضغط على علامه مايكروسوفت، بيطلع لك هنا برنامج رسام. هذا برنامج رسام اللي هو فوق ده، الباينت ده. طيب ما عرفتوش او ما هوش موجود عندك، فبتيجي هنا وبتكتب باينت في المكان ده وبتبحث، هيظهر لك على طول. فهنفتح برنامج الرسام من هنا. فتح معانا برنامج الرسام، نبدا كده نشوف البرنامج ده ايه اسراره وايه حكايته معانا النهارده. هذا برنامج الرسام. تعالى كده نجيب صوره، اي صوره معانا، ونفتحها على برنامج رسام علشان نشرح. علشان تجيب صوره من عندك من الكمبيوتر، فبتضغط هنا على ملف وبتقول له اوبن. اوبن يعني افتح هات لي صوره. طب نيو لو انت عايز تعمل مربع ابيض ترسم فيه، يعني مساحه عمل. وسيف لو انت عايز تحفظ، وسيف از بيحفظ لك الصوره بصيغات البنج اللي هي البي ان جي، وبيحفظها بجي بي اي جي، وبيحفظها بالبي ام بي، وبيحفظها بصيغه الجي اي اف بكتشر، يعني صوره متحركه. ودي اذر فورمالات، انواع اخرى وفورمالات اخرى وطرق اخرى لحفظ الصوره. شوف هذه المميزات. بمعنى ايه؟ انا مثلا عندي صوره، الصوره دي مثلا البنج بي ان جي، عايز احولها لجي بي اي جي، اروح محمل الصوره واروح اعمل عمليه بس حفظ للصوره اتحول كده. طب انا عايز احول الصوره هي بينج او جي بي جي، وعايز احول الصوره الى جي اي اف، مجرد ان انا بحملها على البرنامج دهوت واحفظها بصيغه الجي اي اف، اتحولت الصوره للجي اي اف بدون برامج وبدون اي حاجه. نيجي نفتح كده ونشوف اي صوره احنا عايزينها، اي صوره ايا كانت. نقول اوبن ونفتح ونشوف عايزين صوره من الموجوده عندنا على الديسكتوب. ناخد الصوره، اي صوره، نفتح الملف ده ونجيب منه صوره. جبنا صوره اهي، ادي صوره. الصوره دي احنا عايزين بقى نشتغل عليها ونشوف. اول حاجه لو انا عايز اكبر الصوره دي، عايز اكبر الصوره دي، نشوف كده الصوره دي بتكبر ازاي. او قبل ما نكبر الصوره، لو احنا عايزين نمسح زي الكلام ده كده هنا، ده لو عايزين نمسحه، بنيجي على دي اسمها اريسر، اريسر اللي هي الممحه، وبنمسح الكلام ده اهو. مسحنا الكلام ده اهو. طيب الطريقه دي وحشه، مش عارف امسح كده، لا انا عايز اخلي الطريقه افضل من كده، هعمل ايه؟ كل اللي انا عليا انني مثلا هعمل كده، السهم ده علشان ارجع على الكلام، هيرجع للكلام، وهضغط على المربع ده. المربع ده اسمه سيلكت، هاجي كده هنا واختار الجزء ده اهو، وهضغط كليك يمين واقول له قط. اتمسح المربع بطريقه جميله جدا، او الكلام او الجزء اللي انا عايز امسحه من الصوره بطريقه كويسه تماما. ماشي. نيجي بقى
تكبير او تصغير الصوره. هاجي هنا على كلمه ري سايز. ري سايز اللي هو فيها مربعين صغيرين دول، يعني معناها اعاده السايز، اعاده الحجم. فاضغط على ري سايز هيطلع لي هنا المربع اللي قدامك ده. المربع اللي قدامك ده فيه حاجات جميله جدا. هنا بيقول لك الصوره بالبرسنتاج 100 في 100 100 في 100، كويس. العرض 100، في الطول 100 والارتفاع 100. طيب انا عايز اغيرها، فهاجي على طول اغير، مثلا اكبرها شويه اخليها مثلا 200، فهتطلع لي 200. اول ما اكتب 200 بكتب تحتها 200، فرضت اوبن، فبتبدا الصوره اتكبرت فعلا ولكن الصوره بنفس الجوده. طب لو انا عايز اصغر الصوره واعملها بالبكسل، بضغط على بكسل هنا، بتطلع لي بالظبط حجم الصوره بالبكسل 750 في 394. طيب انا عايز اصغر الصوره دي اخليها مثلا 500، هو هيقول لي هتجي لك الصوره 500 في 262، وهقول له اوكي. صغرت الصوره بدون ما تتأثر الصورة، سواء كبرتها بالبكسل أو صغرتها أو أي شيء من هذا القبيل. طيب أنا عايز أجيب الصورة دي أو آخد جزء من الصورة، عايز آخد جزء من الصورة، وليكن أنا عايز آخد الطفل ده، عايز آخد صورة الطفل ده بس من الصورة. قدامي حلين، لما أضغط على سيلكت كده، لما أضغط على سيلكت هيجي لي هنا سيلكت، إما تسيلكت بمربع أو تحدد أنت بالماوس بتاعك. فلو خدنا مثلا انني احدد بالمربع، فهضغط عليه، هاجي كده اخد مثلا الطفل ده كده واقول له كوبي اهو، وانقله في مكان، في نفس المكان ده، او افتح فايل جديد من هنا، من هنا كده افتح فايل جديد واحطه فيه او الزقه فيه، ولكن احنا عشان الشرح هنجي هنا ونقول له كده، هنقول له بسط. هيروح الصورة بعيدة كده، اجيبها هنا بالماوس كده، احركها بالماوس زي ما انا عايز كده، احطها هنا. ده لو انا عايز احدد بالمربع او سيلكت. طيب ارجع تاني كده علشان احدد بالصيغة التانية او التحديد التاني اللي هي الفري فورم سيلكشن. اجي هنا كده، هيجيب لي اول ما اعمل كده هيجيب لي قلم. لو انا عايز مثلا اخد الجزء ده كده، فبيبدأ هو يعلم لي، انا بعلم كده بالقلم اهو، هاخد الجزء ده كده بالقلم كده بالماوس، ايوه كده، واقول له كوبي، وهاجي هنا اقول له بسط، فبيطلع لي حجم او الصوره اللي انا رسمتها بايدي كاني معايا قلم وقاعد ارسم الصوره، ده بالنسبه لنقل الصوره او قطع الصوره او قطع جزء من الصوره او مسح جزء من الصوره. نيجي نرجع تاني كده، وعايزين نكتب هنا كلام، عايزين نكتب على الصورة دي كلام. هضغط على الاي دي، كويس، وهاجي من الاي دي هفتح مربع كده وهبدأ اكتب. اول ما افتح المربع اتفتح لي حاجات تانية، بيقول لي تكست، بيقول لي ايه، ادي حجم الخط، وادا لو خط غامق، خط مائل، خط تحتي، خط كويس، خط نص الكلام فيه خط، زي البرنامج الوورد تماما، زي برنامج الوورد ده تماما. ودي مجموعه الالوان، هنكتب مثلا هنا، هنكتب هنا او هنكتب من اول هنا كده، هنكتب الامومه والطفوله مثلا، هنكتب الامومه والطفوله. هنيجي نحرك الكلام ده مثلا هنا كده بالمسطره زي برنامج الوورد بالظبط، كويس. هزين الامومه او الطفوله دي، نغيرها او نكتبها في الناحيه دي كده، كويس. تعالى هنا كده، هنا ادي الامومه وادي الطفوله علشان نقدر طيب انا مثلا هنا عايز اكبر المكان اللي انا بكتب فيه، هاجي هنا واكبر المكان. طب انا عايز احرك الكلام ده، احرك الكلام كله بيتحرك اهو، كله بيتحرك معايا كده زي ما انت شايف كده، كليك شمال وبقدر احرك الكلام زي ما انا عايز، خلاص. طيب عايز الون الكلام ده بقى، عايز الامومه عايزها باللون الاحمر مثلا هنا، واضغط على اللون الاحمر، جايت الاحمر، اضغط على اللون الاخضر، اللون الازرق، اللون البنفسجي، الالوان اللي انا عايزها، كويس، اللون الاسود زي ما انا عايز. طيب عايز الكلام ده احط تحتيه خط او اغمقه هنا غامق اهي فاتح، عايز يبقى مايل، عايز يبقى
تحتيه خط، عايز يبقى الخط في النص، خط في النص وتحتيه خط. عايز اشيل ده خالص خالص، اهو اهو، ارجع تاني اهو بقى زي ما هي كده. عايز اكبر الخط عادي، اجي من هنا واكبر الخط، كبر الخط، بدأ يكبر معايا الخط، الامومة بدأت تكبر خالص. طيب عايز احط الامومة دي، هو كده عايز احط الامومة دي في مربع، في شكل كده مربع، اعمل ايه؟ فهنا مجموعة مربعات. تعالى كده، انا مثلا عايز اعمل مربع هنا كده واختار له اللون الاحمر. انا هعمل الام دي مثلا في مربع زي كده، بلاش كده مش عاجبنيش المربع ده، هشيله واعمل المربع اللي هو او احطه في الدايرة. ده الدايرة كده، ده الدايرة، مش عاجبني الدايرة، انا عايز احطه في مثلث. ارجع تاني كده واجيب المثلث ده واعمله مثلث كويس. ابدا اكبر المثلث واصغره واحركه زي ما انا عايز. طيب انا عايز اعمل سهم يشير الى الامومه، السهم ده عايزه لتحت ولا لفوق، من اليمين ولا الشمال؟ اخد مثلا السهم ده واعمله من هنا كده، ده السهم اهو. لو انا عايزه يمين اجيبه يمين، شمال شمال، عايز احطه في الشكل ده الشكل ده، وهلم اجرة اشكال كماني. طب انا عايز اعمل ورده، ارجع تاني كده احط الاسم ده في الورد، او بلاش الورده نحطه في القلب، ده القلب. نيجي هنا، لا ده احنا جبنا الايه، لحظه، ده القلب، نضغط على القلب مظبوط، ايوه كده. نيجي يبقى هنا القلب، وبعدين نحرك كده نخليها كده في القلب هنا كده، ونصغر من هنا، نصغر الحجم ده نكبره، كل ده في برنامج الرسام. انا هكتفي طبعا لان الفيديو حجمه عاد كبير، وهكمل معاك برنامج رسام والحاجات الجميله جدا اللي تقدر تعملها ببرنامج رسام. ولو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه ولايك وشير، والى ان القاك اتمنى لك التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.